مراعين على البرلمان كان ليها لقاء مع عدد من نواب الوادي الجديد لرصد مشاكل المحافظة. في رسالة زميلنا محمد رياض نتابع وبعد كده أقابلكم إن شاء الله الساعة 4. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، ما بين جولة وأخرى من جولتنا التي نجوب فيها مختلف المحافظات والنجوع والقرى لا تزال مطالب المواطنين عالية من أجل أن يسمعها المسؤولين والعمل على حلها. فكان توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النواب في البرلمان بالذهاب للقرى الحدودية لرصد أهم المشكلات والعمل على حل هذه المشكلات والنزول تحت المطالب الخاصة بهؤلاء المواطنين. قمنا بجولة هنا مع عدد من النواب في مركز أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد. معي الآن عدد من النواب، قمنا بهذه الجولة واستعرضنا معهم هذه المشكلات. معي النائب جمال آدم، ومعي أيضا النائب تامر عبد القادر، ومعي أيضا النائب داود سليمان. برحب بكم فندم جميعا وبنشكركم على النزول لرغبات المواطنين والذهاب لأقصى الأماكن من أجل رصد هذه المشكلات. برحب بك بداية تامر بي. أهلا وسهلا. بداية الجولة يا فندم اللي قمتوا بها النهاردة في محافظات الوادي الجديد، أهم ما أسفرت عنها هذه الجولة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهاردة بدأنا يعني جولة من مدينة الخارجة، زرنا مشروع الإسكان الاجتماعي، وده من الإيجابيات اللي موجودة في المحافظة، وزرنا أيضا إحدى المدارس، وبعد كده توجهنا لمركز ومدينة باريس، زرنا أيضا مدرسة الثانوية الزراعية في باريس، وزرنا مشروع اللي عملها المحافظة لتوفير بيوت للشباب بالإضافة إلى 7 أفدنة لكل شاب. طبعا دي كلها إحنا بنعتبرها من الإيجابيات، لكن السلبيات اللي موجودة في المحافظة نعلمها جيدا، وده اللي إحنا شفناه النهاردة في منطقة فوسفات أبو طرطور، عندما يعني شاهدنا ثروة قومية وكنز قومي غير مستغل الدولة تهمله منذ عشرات السنين. المشروع يحتاج وفي صورة عاجلة لإنشاء مصنع للفوسفوريك أسيد اللي بيحول الفوسفات من مادة خام لمادة مصنعة، الأمر اللي يضاعف سعره لثمن أو 9 أضعاف تقريبا ويوفر الآلاف من فرص العمل. أيضا تحتاج منطقة فوسفات أبو طرطور إلى إنشاء عدد من مصانع السماد لاستغلال كميات الفوسفات اللي بتطلعها المنطقة. منطقة فوسفات أبو طرطور هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، لكن مصر مصنفة عالميا في المرتبة الخامسة، وده طبعا بسبب ان ما فيش اهتمام من الدولة بمنطقة فوسفات ابو طرطور اللي هي رقم 1 على مستوى منطقة الشرق الاوسط. ولو حصل الاهتمام اللي احنا بنرجوه بانشاء عدد من المصانع اللي من خلالها نقدر نستفيد من هذا الكنز، هنقدر ان شاء الله نبقى رقم 1 عالميا ان شاء الله. فندم ان شاء الله. سيادة النائب داود، ايه راي حضرتك لما شفت الصعيد والوادي الجديد يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تواصلا لحديث الاخ الست النائب تامر، هو طبعا زي ما انت شايف ان النهارده احنا بنلاحظ ما يدور داخل هذا المشروع العملاق، وتواصلا مع جهود سيادة المحافظ والسادة القائمين على هذا المشروع وتواجد النواب من مجلس النواب لتصعيد كل ما يعوق هذا المشروع من معوقات أو يؤدي إلى بطء حركة هذا المشروع، لابد أن يرفع هذا الشعار للحكومة وإلى مجلس النواب حتى يدعم هذا المشروع، لأن هذا المشروع يعد مشروع تنموي، يعني يعد من المشروعات ذات النهضة العريقة الكبيرة. وزي برضه تفضل الأخ النائب وقال أنه توقف المشروع لفترة لأنه تعرض لسمعة كادت أن تسيء بهذا المشروع أو تؤثر بالسلب على هذا المشروع، لكن بجهود رجال المخلصين تفانوا في أدائهم وتفانوا في عملهم، كانوا بيتحدوا الصعاب، عادت الأمور إلى مجاريها وبدأ المشروع يشتغل بشكل جيد، وينبع عن تفاؤل وأمل لأبناء محافظة الوادي الجديد. وأنت تعلم يقينا أن نحن في حاجة إلى تشغيل الشباب، والبطالة التي تعد من الأمن القومي في مقدمتها لابد أن يستوعب هذا المشروع الكم من العمالة حتى نقي هذا الشباب من أي اتخاذ أسلوب آخر.
والنهارده احنا طبعا تفحصنا الاعمال وشفنا انه في فعلا حركه بتسير بشكل سريع، وسمعنا من رئيس سيد رئيس مجلس الاداره انه هيتم الطرح قريبا او العقود الخاصه بالطرح في شهر 6، وان شاء الله تباعا سوف يتم انشاء المشروع والحاق العماله الخاصه بهذا المشروع، واحنا بنهدف بشكل رئيسي واساسي الى قيام هذا المشروع لانه تقوم عليه عده مصانع. هذه المصانع هي اللي بنأملها فيها في 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 محافظة الوادي الجديد، وهي التي ستستوعب كم من العمالة. نتمنى إن شاء الله الخير لهذا البلد، نتمنى من السادة النواب وبنشكرهم الضيوف أن يصعد هذا الموضوع، وسبق لنا أن صعدنا هذا الموضوع أو المشروع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي أفادنا بأنه هناك مساعي لإحياء هذا المشروع. إن شاء الله نتفائل خير ونأمل خير لمحافظة الوادي ولمصر كلها. ان شاء الله. اشكرك سياده النائب جمال بيه. النهارده انت حضرتك واحد ضمن 27 نائب جيتوا النهارده وخدتوا جوله في عدد من القرى في الخارجه والداخله وابو طرطور وقريه باريس، اهم التوصيات ايه يا فندم اللي هتعملوها وماذا بعد ذلك؟ وطبعا زي ما بتاكد حضرتك في الماده 236 من الدستور اللي بتنص على التنميه الشامله والعمرانيه للمناطق الحدودية، احنا في اطار هذا الجهد المبذول من الدولة النهاردة عندنا وفد او لجنة من مجلس النواب احنا استقبلناها بالامس، وبدأنا فعلا العمل من خلال لقاء سيادة الوزير المحافظ بمكتبه، وعرض بعض المشروعات والإنجازات اللي في المحافظة، ولكن كان لي برضو مطالب تم عرضها أهمها طبعا ملفات الصحة والتعليم والزراعة والاستثمار والطرق والنقل والمواصلات، كافة المشروعات اللي موجودة والإسكان الاجتماعي والاقتصادي. احنا طبعا تابعنا هذا الأمر، ولكن احنا بالنسبة لنا كمحافظة بتمثل نصف محافظة نفس جمهورية مصر العربية مساحة، احنا طبعا عندنا مطالب عديدة وكثيرة بالنسبة لمواطني الوادي الجديد، وخاصة في الملكية، وايضا في تقنين الاوضاع بالنسبة للمزارعين. ده اللي احنا بننادي به وبنناشد السادة المسؤولين للوقوف في هذه الامور بتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بهم، لان احنا مطلوب مننا كمجلس طبعا بدأ بداية طيبة وجيدة بعد فترة من غياب المجالس التشريعية. احنا النهاردة بننادي وبنطالب ونناشد الدولة انها تكون معانا كمحافظة الوادي الجديد في تلبية احتياجاتنا الملحة، وخاصة في مجالات اللي انا حصرتها لحضرتك اللي هي مجال الصحة ومجال الزراعة، مجال التعليم وخاصة التعليم العالي، وبدأوا فيه فعلا خطوة طيبة بمبادرة إنشاء كلية للطب، لأن احنا عندنا الصحة هنا محتاجة للكثير والكثير. احنا برضو مع الدولة في مواقفها والاعتمادات، واحنا عارفين ان احنا في خلال هذه الفترة الدولة محتاجة فعلا الى استكمال مسيرتها، واحنا خطوة خطوة معاها للوصول الى الهدف المنشود بالنسبة لتحقيق التنمية الحقيقية على أرض محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة. ده يمكن هذه الموضوعات اللي احنا في مجملها بنقولها لحضرتك. احنا فعلا زي ما أكد سيادة النائب تامر وسيادة النائب داود معانا، ان احنا زورنا بعض المواقع اللي هي بدأت العمل فيها في المحافظة، ولكن محتاجة جهد ومحتاجة دعم من المحافظة أو من الدولة بصفة عامة، لأن الشباب هنا محتاج لإسكان، محتاج إلى عمالة، وإحنا النهاردة في مشروع مهم جدا، مشروع فوسفات مصر اللي إحنا من خلاله بنشكر السيد العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة خالد بيه على الإنجاز اللي عمله من خسارة إلى مكسب في هذا العمل اللي احنا بنعتبره زي ما بيأكدوا السادة النواب ده مشروع قومي لمصر،
هيحل مشكلة البطالة في المحافظة والمحافظات الأخرى، وهيجذب عمالة وهيجذب مواطنين في من الوادي الضيق إلى الوادي الواسع، اللي من خلاله إن شاء الله هتكون البلد آمنة وبرضو بتقدم بتتقدم في إنتاجيتها واستثماراتها الحقيقية على أرض محافظة الوادي الجديد.